وناصر المستضعفين من المؤمنين ولو بعد حين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أحييكم وأشكركم على هذه الدعوة الطيبة التي أتاحت لي للقاء هذه الوجوه الخيرة بإذن الله، هذه الوجوه الجادة، الوجوه التي تحرص على إرضاء ربها وعلى خوض الغمرات من أجل تحقيق مطالب هذه الأمة مهما عظمت، الوجوه المستعدة لبذل التضحيات في سبيل تحقيق تلكم الغايات النبيلة. بداية، حضرات الإخوة الكرام، لابد لنا من وضع أسس وضوابط ومعايير للعمل لإقامة الدولة. هذه الأسس والمعايير والضوابط هي الشيء الأساسي الذي غاب عن العاملين أو معظم العاملين في الحقل الإسلامي على وجه الخصوص. فلما فقدوا المعايير والأسس والضوابط، دخل عنصر التخبط والفوضى على أعمالهم لسبب بسيط، أنهم لم يتخذوا عمل النبي صلى الله عليه وسلم معيارا وأساسا وضابطا لأعمالهم في إيجاد الدولة أو في أعمال التغيير، مع أنهم أخذوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم معيارا وأساسا وضوابط لقيامهم بأعمال كثيرة في الإسلام، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي وخذوا عني مناسككم. ففعلا المسلمون يصلون كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويصومون كما صام، ويحجون كما حج، وينتهي